كب كيك بالخضار بسله وجزر. فعندي بسله وجزر على كوبايتين دقيق، دي حوالي دي كوبايه وشويه، يعني دي حوالي كوبايه ونص او كوبايه مليانه من بسله وجزر مسلوقين. بسله وجزر ايه؟ مسلوقين، تمام. عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، اتنين بيضه، ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من السكر عادي مش هتحسي بطعمهم لكن هيعدل لي قوام العجينه. عندي رشه ملح، رشه ملح اوكي، وعندي باكو بيكنج باودر، وعندي كمان معلقه الخل، وعندي الزعتر ده اختياري يا لا. بصوا هنا اتنين بيضه، ربع كوبايه من الزيت، معلقه خل صغيره، اقلبهم مع بعض معلقه عادي، فلفل اسود سنه، او حطي لو مش عايزه فلفل اسود حطي اسمه ده هو فانيليا اهي، حط فانيليا كمان اهي عادي، من حتى كده كده معلقتين سكر، دي معلقه واحده شكلها، حط معلقه كمان، معلقتين سكر كبار مش هتحسي بطعمهم، تمام. هحط عليها دي ايه، دي الكربوناتو دي ولا ايه؟ لا دي مش كربوناتو، ده ملح، رشه ملح بسيطه، نص معلقه صغيره ملح، كربوناتو سنه برضو، بيكنج باودر باكو او معلقه كبيره، انا حاسه ليه اللي كان واحد بخيل بيحط لي المقادير، وشويه زعتر، زعتر اختياري بس هو مفيد جدا وصحي كده. هنيجي بقى هنا، انا معايا لبن وكل حاجه، بس الاول هوريك احنا هنضيف ايه على ايه. الاول معلقه نظيفه، هحط هنا الخضار على الدقيق، عارفين زي ما بنحط الزبيب كده على الدقيق، احط الاول علشان ما يتجمعش في حته واحده، اقلب الدقيق بقى الخضار كده كويس قوي، تمام. هاخدهم بقى كده، بس الاول اضيف هنا شويه ايه، لبن، كوبايه اللبن هنا، يبقى هنا كل السوائل اهي خلاص. وهنا حطيت بسله وجزر مسلوقين على الدقيق، حوالي كوبايه من بسله وجزر مسلوقين او اكتر شويه على كوبايتين من الدقيق، واحط بقى ده على ده هنا كده، وابدا ان انا ايه اقلبه كله مع بعض عشان تبقى جميله. هجيب بقى صينيه الكب كيك، يعني ايه مش كله هيبقى حاجه حلوه، لا حاجات حلوه مع حاجات حلوه كده، هي تنزل لوحدها دلوقتي، واروح حاطه كل واحده. طبعا الفرن يكون شغال على 180 درجه،